أول خبر إحصائية بتقول إن خلال العشر سنين اللي فاتت الشعب المصري زاد 17 مليون مواطن، 17 مليون مواطن في العشر سنين اللي فاتوا، وطبعا الزيادة لسه مرشحة للزيادة. مش هي دي بس المشكلة، لأن في شعوب كتير ممكن يكون عدد سكانها كبير جدا لكنها في الحقيقة بتقوم البلد وبشكل كبير جدا، بحيث ان الكل بيشتغل، بحيث ان الصناعة تبقى مزدهرة، بحيث ان الاقتصاد يكون افضل. لكن طبيعي برضو ان ده بيكون محتاج ان يبقى فيه نسبة تعليم كبيرة جدا، ان تبقى الحياة مختلفة. لكن المشكلة كمان في الاحصائية دي في الحقيقة، والاحصائية دي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، يعني هي احصائية رسمية. المشكلة في الاحصائية دي ان معدل البطالة بين الاناث وصل ل 24.2% مقابل 9.4% بالنسبة للذكور، ومعدل الامية، ودي مشكلة اكبر واكيد دي بتؤدي الى البطالة، ان معدل الامية وصل في الإناث ل 27.3% مقابل 14.7% للذكور. معنا على التليفون دلوقتي الدكتورة ميسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبة يا فندم. يعني هو صحيح ربنا يزيد ويبارك، لكن نتمنى أن يكون ربنا يزيد ويبارك وكمان يكون في كفاءة للزيادة. زمان من قبل العشر سنين كان في اعلانات كتيره جدا لتحديد النسل، وان يبقى عدد افراد الاسره مش بال 12 ولا ال 10 ولا السبعه. راحت فين؟ من الواضح ان هي يمكن يكون ليها تاثير طالما ان احنا بنزيد بالنسبه العاليه دي يعني. طيب خلينا نقول احنا كدوله مصر، جمهوريه مصر العربيه، عندها ايه؟ مصر نمره واحد، عندها استراتيجيه قوميه للسكان تم وضعها من جهه 48 جهه شريكه مع المجلس السكان ما بين وزارات وهيئات قوميه، كلنا بننفذ وإيدينا في ايدين بعض هذه الاستراتيجيات. الحاجه الثانيه، في دول كثيره في العالم ما عندهاش استراتيجيات وبيحتذوا بالاستراتيجيه القوميه بتاعت مصر. الحاجه الثانيه ودي مهمه، انه هذه الاستراتيجيه بترتكز على محور اساسي وعمود فقري فيها، اللي هو محور الاسره والصحه الانجابيه. بيتم تنفيذه من خلال وزاره الصحه على مستوى مصر كلها. الاهم من كده ان احنا النهارده بعد رمضان ابتدينا من امبارح حمله قويه على مستوى مصر كلها لاستعمال وسائل تنظيم الاسره ممتده المفعول. طيب حضرتك بتكلميني على استراتيجيه المفروض ان هي مستمره لفتره طويله، لكن استاذن حضرتك في حاجه، يعني أيوة. زمان كان في اعلانات انظر حالك، انا عارفه ان حضرتك بتكلمي عن كذا 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 كذا، حضرتك حالا انا جاي حضرتك حالا. طب اتفضلي. محور التالي في الاهميه، المحور تنظيم الاسره، هو محور الاعلام لاجل نشر الثقافه والمعرفه بضروره واهميه تنظيم الاسره وخفض معدلات الانجاب. جوه هذا المحور بتتسق كل اجهزه الاعلام في الدوله، بدايه من التلفزيون مرورا بالراديو والصحف والتوجيه المجتمعي وجها لوجه على مستوى المحافظات والمراكز كلها. النهارده وحضرتك بتكلميني في حمله ابتدت من قبل رمضان باسبوع، النهارده الاسبوع السادس بتاعها لتنظيم الاسره والحد من الزواج المبكر ونهضه ختان الاناث على كل القنوات اللي بتتبع التلفزيون المصري. دي نزلت من امتى؟ سواء كانت دي شغاله حضرتك يعني لو حضرتك بتتابعي موجوده على الناين سات، موجوده في بقى لها ست اسابيع. ست اسابيع بس هي يعني هي لسه جديده يعني؟ لا هي مش جديده، ست اسابيع جديده. ست اسابيع فيها بث مكثف في ذروه المشاهده جوه المسلسلات والافلام وقنوات الناين دراما. موجوده على القناه الاولى. طب دكتور استاذن حضرتك في حاجه، قبل الست اسابيع احنا بقى لنا 10 سنين تقريبا ما فيش. حضرتك شايفه ان الاستراتيجيات دي، استاذ حضرتك بس، حضرتك شايفه ان الاستراتيجيات دي اتت بثمارها؟ يعني ما يكون الزياده 17 طيب مليون في 10 سنين كده يبقى احنا خلاص جبنا نتيجه؟ لا، الزياده في 10 سنين دهيت مسؤول عنها كافه اجهزه الدوله، مش مسؤول عنها حد محدد بعينه. لكن نقدر نقول ايه الكويس، هو في مؤشرات بتقول ان الاستراتيجيه دي جايبه نتيجه كويسه واحنا نقدر نرتكن ليها ولا لا. معدل المواليد في اخر ديسمبر، اخر مارس واخر شهر 6 مقارنه بنفس المعدلات بتاعه السنه اللي قبلها انخفض. كون الانخفاض ده قليل ما هوش كبير، لكن هو مؤشر استجابه احنا بنعتبره علميا مؤشر جيد جدا.
كان المتوقع ان معدل المواليد يظل عند الثبات، يا اما يزيد يا اما يظل عند الثبات فتره ما تقلش عن سنتين. كونه انخفض بعد السنه الاولى ده معناه ان في استجابه من 90 مليون. ان هم ابتدوا النهارده الشعب المصري ابتدى يعي اهميه ان يكون عدد الاولاد عنده في الاسره قليل وبيتمتعوا بخدمات تعليميه اكتر وخدمات صحيه اكتر. نعم. الاتفاق ما بين الدولة وما بين المواطنين هو ده اللي احنا بنسعى له. نعم طبعا، لكن هو اسمحي لي برضو يا دكتور، يعني اكيد 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 انتوا بتحاولوا انكم تعملوا مجهودات كتير، لكن يبقى ان كون ان احنا الاستجابة بدأت خلال سنة، السنة اللي فاتت تقريبا من ديسمبر حضرتك بتقولي؟ المؤشرات اخر ديسمبر مقارنه بديسمبر 2014 احسن، اخر مارس مقارنه بمارس 2015 احسن، اخر سته يعني الملاحظه بتاعه انخفاض عدد المواليد ما هياش متروكه للصدفه، بالعكس ده توجه نحو انخفاض معدلات المواليد. بس الكلام ده لو كنا بنسمعه من 10 سنين كنا بنقول ادينا لسه بنحاول، لكن اما نتكلم على ان خلال الفتره اللي فاتت 10 سنين الناس ما عندهاش التوجه ده، ده برضه غريب. يعني وزاره الصحه مسؤوله واي وزارات تانيه مسؤوله برضه عن الموضوع ده؟ الاستراتيجيه القوميه للسكان موجوده من سنين طويله فاتت، مش الوقت القريب اللي احنا فيه دهوت طبعا، ومسؤول لكن في الاخر مفيش نتيجه. كافه الوزارات وكافه الهيئات القوميه في مصر ما هياش مسؤوليه جهه محدده، ولكن اهتمام الدولة بالسكان النهارده أقوى بيه من عن أي سنة فاتت. ضرورة. يعني كل السنين اللي فاتت كوم واللي احنا فيه النهارده كوم تاني، لأنه القيادة السياسية العليا في الدولة بتهتم جدا بحد من المواليد وبالارتقاء بخصائص السكان. أيوة. النهارده بقى ال 91 مهم جدا إن يكون صحتهم كويسة، يكونوا متعلمين، يكونوا قادرين على العمل والإضافة للناتج القومي المصري، يكون السلوكيات بتاعتهم متحضرة، يكونوا قادرين على الأخذ بالمنحة الاقتصادي بتاعنا لمرحلة أفضل. نعم بإذن الله. دكتور ميسة شوقي نائب وزير الصحة لشؤون السكان، شكرا لحضرتك.